بالنسبه لطريقه الاستعمال كيف ما قلت لكم كتشدوا كتحتفظوا بها بشي قرايه عندكم او شي طويسه اللي عندكم تحتفظوا بها بيه تحضر ويلي ويلي مهمتي يعني كتحتفظوا السلام عليكم لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم مره اخرى معايا في القناه ديالي السينوتيلا اليوم جيت نشارك معكم واحد المكون غزال خطير خطير بمعنى الكلمه بالنسبه للناس اللي كيعرقوا اللي عندهم مشكل في العرق يعني كي يديروا اللي داروا خيدوا شويه عاودوا كيبقى فيهم العرق جبت لكم هذا المكون يهنيكم هذا المشكل ويهنيكم حتى من الريحه ديال العرق مكون واحد فقط موجود بالنسبه لهذا المكون هذا كيف ما شفتوا معايا هو شبه شبه معروفه غنيه على التعريف كتشدوا الشبه كطحنوها كترجع غبره يعني بودره بحال هكا كتشوفوا معايا كما قلت لكم غنيه على التعريف كتحيد لينا العرق كتحيد لينا الريحه يعني ما كيبقاش عندنا بحال شي واحد لبس شي حاجه في شي لون من غير انه يلبس لك حل كتبقى داك الطراز كاين الناس اللي كيبقى لهم داك الطراز ديال العرق الا درتي شبه كنوعد انك ولا انك غادي يبقى فيك العرق حتى شي حاجه كانت تجربه وعندها حتى واحد الميزه اخرى ان بالنسبه للناس اللي عندهم سميرات في هاد البلاصه هادي كنوعدكم ما يبقى فيكم لا سميره لا حتى شي كنوعدكم ان ما يبقى فيكم لا سميره لا شي حاجه في البلاصه هادي يعني تحت البيطان ديالكم لان الشبه معروف انها كتبيض معروف هادي بلا ما نحتاج انا نقولها لكم اللي قلتي له الشبه معروف انها كتبيض كما قلت لكم الناس اللي عندهم السميره يديروها ويدوموها راه ساهله كتخلي فيني كتبين لك الفرق في مده وجيزه يعني ما نقولكش تسناو شهر شهرين لا تبين الفرق مع الدوام الاستعمال كما قلت لكم كتشدوا الشبه كطحنوها كتولي بودر بحال هكا كتحتفظوا بها بشي قرايه عندكم او شي طويسه اللي عندكم تحتفظوا بها بيه دائما يعني كتشدوا شويه من بودره بحال هكا وكتبقاو ديرو تحت البيطان ديالكم بحال هكا بشكل دائري يعني من بعد ما كتكونوا غسلتو ومسحتو هاد البلاصه مزيان ميبقاش فيها الماء كنشدو شويه ديال الشبه وكتبقاو ديرو بحال هكا دائريه صافي ما كيبقى فيكم لا يعني ما كيبقى فيكم لا عرق لا حتى شي حاجه ديروها قسم جدا لا تلاحظوا واحد الفرق غزال كتبقى فيكم لا عرق ما كتبقى فيكم لا ريحه لا تجهل يعني حتى داك الريحه اللي كتخرج ما كتبقاش يعني راه ماشي عيب الانسان يتعرق هذا الامر هذا ما خصوش يكون تقلق الناس الانسان الطبيعي بحد ذاته ضروري ما يتعرق العرق كيتشدد في الجسم ديالنا وكتشدد الخلايا ديال الجسم ديالنا ما يمكنش انك تحسي عرق او تحبس العرق حيت كيقلقك هاد المكون هذا ماشي غادي يحبس العرق في مره غادي يخرج ولكن يخرج ديك النسبه ديك 1% مقابل ما كان تيخرج لك العرق 100% غادي يخرج 1% يعني غادي قلال واحد النسبه كبيره بالنسبه للريحه هاد الريحه ما غاديش تبقى هادي على ضمانتي ما غاديش تبقى عن تجربه بالنسبه كما قلت لكم الناس اللي عندهم سميره هنايا ديروها ودوموها راح غزاله للتبييض لاحظوا الفرق في ظرف وجيز دير معاه حتى واحد مكون اخر انا غادي نوري لكم دابا بالنسبه للريحه لان الشبه كما عرفتوا ما فيهاش الريحه يعني عاديه ما كتبقاش شي ريحه اللي تشميها فيك ولا شي حاجه هي كتحبس الريحه ديال العرق وانما باش تعطيك هي شي ريحه ما فيهاش كندير واحد المكون اخر اللي كيخلي لي هاد البلاصه اللي كيخلي فيها واحد الريحه زوينه هنا وتا هو معروف التبييض معروف وبالنسبه للناس اللي يعني غلاظين ماشي غلاظين بزاف يعني غلاظين وعندهم مشكل تحت البيطان ديالهم يعني هنايا كيطيبوا الصهد او لا يعني فاش كيكون سخون الحال كيطيبوا هاد المكون الثاني يصلح ليهم اوزال اللي هو بودر ديال الاطفال جونسون ما راه غني على التعريف يعني ما نحتاج انا غادي نقول لكم شنو فاش كيصلح راه معروف يعني بلا ما تحتاجي او لا تحتاج دير شي ريحه كتشدو بودر للاطفال كديروا نفس الطريقه يعني كيديكم بحال هكا وديروا
تحت بيتانكور كتنشف هاد البلاصة، كتنشفها كتخلي فيها واحد الريحة غزالة، كتحبس كذلك داك النسبة ديال العرق اللي كيفما تحركتي بالنسبة للناس اللي تيكونوا لابسين شي لوان دغيا تيخرج فيهم داك العرق دغيا تيبان فيهم داك الطراز. هاد جوج مكونات انا كنوعدكم ما غاديش يبقى عندكم داك المشكل كيف ما بقاش عندي انا بحال هكا. اصلا راه جونسون راه فيه واحد الريحه غزاله صافي، وكديريها حتى هو راه معروف بالنسبه للطبيعه حتى هو راه مبيض. هاد جوج مكونات اللي بغيت نشارك معكم بالنسبه للعرق غزال وفعال، يعني تيبان لك المفعول ديالهم سيو بلاص، ما عاديش تحتاجوا انكم نقول لكم شهر شهرين ثلاث شهور عادي يعطيو نتيجه كيف ما مكونات اخرين، يعني كيف ما كنشارك معكم حوايج اخرين، وانما هادو في ظرف وجيز يعني دوشي او ماشي ضروري ان الانسان حتى يدوش عادي يديرهم، واخا هما كيشدوا مده طويله كيشدوا العرق وكتبقى فيك الريحه زوينه، وانما انا كنديرهم نهار نهار لا كنطوي هاد البلاصه مزيان كنمسحها كنديرهم، ماشي حتى الانسان يدخل للدوش او يمشي للدوش عادي يديرهم، ولا كل نهار كاع ما كاينش مشكل كتنطوي هاد البلاصه كتمسحوها مزيان كديرو شبه وكديرو مع الجونسون. اللي عنده شبه يديرها واللي ما عندوش جونسون ماشي مشكل، المهم الشبه ضروري خاصها تكون حيت هي اللي المفعول ديالها يعني هي اللي كتحيد لنا العرق، اما الجونسون كيف ما قلت لكم اضافه كيخلي لنا ريحه زوينه. اللي ما عندوش جونسون ماشي مشكل يدير اي ريحه عنده تعجبو، اما الشبه ضروري انكم تشريوها راه يعني راه موجوده ودابا راه تقدر تبقى واحد في الحوانت، ماشي ضروري انك تكون عند العشاب تنظن. كيف ما شفتوا معايا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم ويكون خفيف وظريف عليكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه راه غزاله وفعاله كيف ما قلت لكم وتستحق التجربه وسهله، يعني مكون واحد مكون ثاني اضافه بغيتوا ديروا ديروا ما بغيتوش ما ديروش. نتمنى الفيديو يعجبكم كيف ما قلت لكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة وحياة جديدة وشهوات جديدة. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم.